مرة تانية أقول لكم خطورة الأصدقاء. راح بعام أصحابه أهم عنده من مسؤولياته، ودي خطيرة جدا. أصحاب دول هم اللي بيدخلوا الشباب في سكة الإدمان أو سكة البوظان، أو يحطوا أفكار غريبة مستوردة في دماغ أصحابهم. ليه؟ فين المسؤولية يا حبيبي؟ وراك كلية، وراك مذاكرة، وراك والديك بتعولهم، وراك عيالك يوم ما ترتبط. في مسؤوليات في الحياة. الأصدقاء بيقفوا أحيانا أمام المسؤولية. أصدقاء عاوزين المنظرة والبهرجة والهيصة على حساب مسؤولية الشخص. أبو عام دلوقتي ملك، رجع لأصحابه بتوع زمان اللي هم عيالي يعني زيهم، فاتكلموا كلام بقى اللي كله كرامة يعني. وأنا أقل من أبويا، خدها على طول بكرامة كذا. طبعا سوري يعني، أقل كلمة تتقال هو مش متربي كويس. ليه؟ لأنه لو متربي كويس كان لازم يكرم أبوه جدا، وشايف أبوه قدوة، هو ما خدش حتى أبوه قدوة. وهم بيقارنوه بأبوه. الحقيقة أي واحد بيحب أبوه ما يقعش في دي. ليه؟ لأن أبوه بيفتخر بيه يعني، هو بيبص لأبوه كمثل أعلى حتى لو في عيوب. لكن يقولوا في التربية أنه الطفل الناضج أو الشاب الناضج بيفهم أبوه كويس، يأخذ منه الإيجابيات ويترك سلبياته. يعني أفضل شكل كان أن رحب عام يقول سليمان كان رائع، وكتب كتب مقدسة بالروح القدس، وكان له إنجازات تاريخية، وعنده حكمة ما حدش خدها، لكن كان له أخطاء، كان شديد على الشعب زيادة، غير الخطأ الكبير بتاع ارتباط الوثنيات. الغلطتين دول لو الابن شايف أبوه حلو في إيه وناقص في إيه يطلع أحلى منه. ليه؟ لأنه هياخد منه الحلو ويتلافى يتفادى العيوب. إنما هنا لا، رحب عام ما خدش أي حاجة عدلة من أبوه في الوقت ده على الأقل. رحب عام اتعدل شوية بعد شوية، وللأسف زود في العيوب بتاعت أبوه. إذا كان أبوك شديد هتبقى أشد منه، هي هو إنه مش سبق، دول بني أدمين في الآخر. فهنا يبان تأثير الأصدقاء السيء. وهل سليمان ما كانش واعي أن رحب عام ده لازم يتحط في جو من الحكماء؟ أنت جربت يا سليمان الحكمة وكتبت عنها كتير، وقلت خطورة الأصدقاء، وعلمتنا إكرام الوالدين. الحاجات دي ما خدهاش ابنك ليه؟ ما سبعش بيها ليه؟ ده ابنك قبل أي حاجة. فرحب عام كأنه ما قراش كتب الحكمة اللي كتبها سليمان. في نفس الوقت سمع للأصدقاء، بينما الشيوخ أو اللي هما المستشارين كانوا حكماء جداً، رغم ان هم اخلاصهم الاساسي لسليمان اللي مات، لكن كانوا حريصين على الشعب، فقالوا له اخدم الناس، اشتري الناس، انت ملك جديد، خفها شوية. فعلا ابوك كان شديد، بس كان مالي مركزه، محدش كان يقدر يكلمه، انت لسه بتبتدي. وراعي ان في اعداء، في ناس متربصين، ناس حكماء عاقلين بيقولوا كلام يفيد، لكن هو ما عبرهمش. برضو دي غلطة تانية في التربية. أحيانا الأب والأم بسبب نوع من الكبرياء يربوا عيالهم إن ما يحترموش حد، ويفتكروا إن دي شطارة، إحنا كبار، إحنا أغنية، فعيالنا ما حدش يكلمهم كلمة، ويبقى عيل صغير كده ممكن يزعق في واحد كبير اكمنه مثلا أقل منه في المكانة الاجتماعية. طبعا التربية دي مؤذية جدا، ده هيفشل في حياته أكيد، لأنه لو ما تعلمش يحترم حتى السن وكرامة الشيخوخة وخبرة الأيام مش ممكن هينجح في حياته. ده مهما الإنسان كبر يفضل ياخد الخبرة من ذوي الخبرة، يرجع يشوف مين بيفهم في إيه ويسأله، لكن عشان يفترض أنه فاهم كل حاجة ده موضوع خطير جدا. فهنا دول ناس سياسيين ومستشارين كان لازم يحترمهم ويسمعهم. للأسف هو يبدو ما عندوش الفضيلة دي أو الحكمة أو المبدأ ده. احترام الكبار بالنسبة له كان مش في دماغه خالص. أذكر مرة جالي أب يشكي لي من ابنه أنه دخل سكة إدمان ولخبطة جامدة، وحكى لي أنه مرة استدعوه في المدرسة عشان الولد زعق في المدرس وهو في إعدادي،
فهو دخل زعق في المدرسين كلهم وقال لهم أنا ابني زعق فأجدع مدرس فيكم، وافتكرها شطارة. فكان بيحكي لي القصة دي وهو بيبكي أنه ابنه 20 سنة خلاص بقاله سنين دخل في الإدمان ومش عارف يعمل معاه إيه، ومن مشكلة لمشكلة. وقال لي أنا السبب، أنا كنت واخدها بكرامة وعنجهية، محدش زعق في ابني أبداً ومش بستغلطه على حاجة، وشايفه هو الصح والكبار دول كلهم غلط، وكنت أرجع فرحان بروحي إن أنا يعني وقفت في ظهر ابني وما بقالوش كبير. وبالتالي بعد شوية عيال اتلموا عليه لخبطوا دماغه وتعبني جدا، ربنا هداه وربنا يعني أصلح الحال بعد سنين، لكن التمن بيبقى غالي قوي. شفنا رحب عام ما بيحترمش الكبار أو ما بيقدرش مشورته، وبيمشي ورا الأحداث بشكل إيه يعني، قال نفس الجملة اللي قالوها له، حتى استخدم نفس الألفاظ اللي تجرح أي ناس، إنه يعني صباعي أدخن من وسط أبويا، وأبويا أدبكوا بالسياطة أنا هأدبكوا بالعقارب، كأنه بيتكلم مع أطفال صغيرين ولا الأطفال يحتملوا الكلام ده.